الحديث مشاهدينا الكرام عن الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. معنا من اسطنبول المدير التنفيذي لجمعية غراس الخير الإنسانية عباس شمس الدين، مرحبا بكم. ما التحديات إذن؟ حياكم الله أستاذ عباس. ما التحديات التي تواجه المنظمات الإغاثية والإنسانية عموما العاملة في الشمال السوري بعد مرور أكثر من أسبوعين على هذه الزلازل المدمرة؟ حياكم الله. بداية الوضع في الشمال السوري بعد أكثر من 10 أيام على مرور على هذه الكارثة لا يزال سيء جدا، خاصة بعد إذا ذكرنا الزلزال الثاني الذي حدث منذ يومين، فقد زاد الأزمة أكثر وأكثر. بداية الزلزال في الأول كانت الناس يعني بعد فترة رجعت لبيوتها، لكن الآن الوضع ازداد سوءا، لأن الناس حتى اللي عندها بيوت متصدعة أو غير متصدعة أصبحت الآن تبيت في الشوارع خوفا من حدوث المشكلة أو حدوث زلزال ثالث أو حدوث أي هزات أرضية. حتى الرعب الآن في الشمال السوري كبير. حتى أن عدد الناس التي أصبحت في حاجة لخيام هي أكثر من الزلزال الأول. يعني الجميع الآن يطالب بخيام. الخيام هي ليست بشكل دائم، هي بشكل مؤقت، لأن الناس هربت من بيوتها وتبيت في العراء، تحتاج إلى خيمة تأويها وتأوي أطفالها. يعني نحن نتكلم الآن عن أكثر من 1,000,000 نسمة يعني تضرر من الزلزال في الشمال السوري، مع العلم أنه إلى الآن الاستجابة الأممية للشمال السوري لا ترقى إلى مستوى الكارثة. الناس تعاني إلى الآن. عندما أرادوا الاستجابة لسوريا ذهبوا إلى مناطق النظام، فأصبحت الطائرات وأصبحت المساعدات تأتي إلى النظام، وما زال الشمال السوري إلى الآن يعاني من مشكلة الزلزال. الناس فقدت أحبائها وأقربائها تحت الأنقاض. لم يتدخل العالم كله في أول 5 أيام من الزلزال، بعد ذلك كانت المساعدات لا ترتقي إلى مستوى الكارثي، وإلى الآن الناس تعاني. الزلزال الثاني زاد الوضع سوءا. المنظمات التي تعمل في الشمال السوري لا تستطيع تغطية كل هذه الاحتياجات لوحدها. الأمر يحتاج إلى تدخل أممي كبير يؤمن للناس بيوت مؤقتة أو يساعدهم في التخفيف من هذه الكارثة، وضبط الناس وضبط احتياجات الناس. نحن نقوم بتقديم المواد الغذائية، المواد الصحية، الوجبات المطبوخة، نقوم بتأمين الخيام. أكثر من 300 خيمة تم تأمينهم إلى الآن مع ندرة الخيام. يعني نحن نطلب أحيانا من تركيا خيام، لكن الكارثة أن تركيا بحاجة خيام. صحيح. فلا نستطيع، صرنا نفصلها في الداخل سوريا، نقوم بصناعتها وتشكيلها وبنائها رغم أنها من مع ذلك إلى الآن لم تتدخل الأمم بشكل كامل، الأمم المتحدة ولا المنظمات الدولية في مساعدة الناس المتضررة في الشمال السوري. حتى دول الاتحاد الأوروبي حسب المعلومات الواردة تقدم مساعدات لنظام بشار الأسد، هذا بالتأكيد شكل خيبة أمل للمنكوبين هناك من السكان وحتى المنظمات العاملة الإنسانية في الشمال السوري. ما تداعيات ذلك سيد عباس؟ حقيقة الناس كانت تأمل يعني بعد فتح الحدود وبعد التجاوب، يعني الناس ظنت خير بأن الناس الآن الأمم ستقوم بتقديم المساعدات لهم، ستقوم بإغاثتهم بانتشالهم، لكن إلى الآن لم يقدموا أي شيء. ما تم تقديمه هي غالبتها من الدول العربية وهي فزعات تم الاستجابة لها، لكن حتى الآن ذكرت لكم أنه يعني أكثر من 1,000,000 إنسان متضرر من الزلزال. يعني نحن نتكلم عن حاضنة هي الشمال السوري أكثر من 4,000,000 نسمة. هذه الحاضنة تحتاج إلى أمم للاستجابة لهذه الكارثة. نقوم بتقديم الخيام، نقوم بتقديم الوجبات، نحن وجمعيات كثيرة، لكن هذا لا يغطي الاحتياج المطلوب. صحيح. هناك ضرر في المنشآت التعليمية، ضرر في المنشآت الصحية، ضرر في حتى في المشاريع الخاصة كأنه التجارية ولا الصناعية. الكارثة كبيرة جدا. الناس إلى الآن لم تصحوا من الزلزال الأول، فجاء الزلزال الثاني فزاد الوضع تعقيدا علينا.
المنظمات الإنسانية العاملة ألا تحتاج إلى تشكيل يعني شبكة تنسيق واستجابة موحدة لكي يكون العمل منظما أكثر؟ يعني نسمع مثلا عن هناك وفرة أو فائض في بعض المواد الغذائية مثلا، احتياجات أخرى ضرورية فيها نقص وشح شديد، كيف يمكن تنسيق عمل هذه المنظمات في الشمال السوري؟ حقيقة إلى الآن لا يوجد تكتل واضح كامل يقوم بهذه المهمة. ما تقوم به الجمعيات هو عمل إما تكتلات، كل جمعية أو جمعيتين أو ثلاث أو عشر جمعيات يجتمعون على منطقة معينة، ولكن هذا لا يرقى إلى وضع الكارثي. نحن نحتاج إلى يعني عمل يشبه دولة. نحن نتحمل الآن كمنظمات مجتمع مدني مسؤولية الدولة، نضع نفسنا مكان الدولة، مع أنه هذا ليس عملنا. نحن منظمات مجتمع مدني تقدم الرعاية للناس حسب إمكانيات، حسب إمكانيات كل منظمة، ولكن نحن لا نستطيع القيام بدولة. لا يوجد إلى الآن أي تكتل أو جسم أو هيئة أو مظلة تقوم بمهام دولة، تؤمن للناس احتياجاتهم، تجمع هذه الجمعيات وتجمع هذه المنظمات، ولا حتى الفرق ولا المتطوعين ولا أي أشخاص هم يريدون تقديم العون والمساعدة للمتضررين. فإلى الآن نحن نحتاج إلى تشكيل جسم ليس فقط للأزمة الزلزال، ولكن إلى كل الأزمات. يكون هذا الجسم أو هذا التكتل أو هذا الصندوق، إذا ذكرنا بالأصح، هو صندوق خاص بأزمات الشمال السوري ككل، يساعد على الاستجابة العاجلة، يكون التوجيه في الاحتياجات إلى ما تحتاجه الناس. ذكرت أنت أنه بعض يعني يوجد توفر في بعض المواد وتوفر في ونقص في مواد أخرى. النقص هو لعدم إمكانية تأمينها من قبل الجمعيات. يعني ذكرت لك موضوع الخيام هو الآن أكبر مشكلة في الشمال السوري. فنحن لا نستطيع تأمينها من خارج تركيا. ما يأتي إلينا هو قليل إلى الآن. الحاجة إلى 20,000 خيمة الآن في الشمال السوري. الجمعيات كلها لا تستطيع تأمين هذا الرقم. نقوم بتصنيع خيام أساسا ممكن يعني تأوي العائلة شهر أو شهرين أو ثلاثة. في حال لا قدر الله الآن جاء مطر شديد أو جاء سيول، نعم، سيكون الكارثي أصعب من الوضع الحالي، لأن كان الناس الله في العون. نعم. إذن من إسطنبول مدير تنفيذي جمعية غراس الخير الإنسانية عباس شمس الدين، شكرا جزيلا لك.